شفت شلون كله صار يغاروا مني؟ هلا بيني وبينكم معهم الحق، انا ما حلون كنت غلط مني، يخجل العين من عينهم، الله يحميني من عينهم بكره بس فوت هيك فوتي على البرلمان. لك يا عيني عليك يا دمز، يعني من بكره رح بفوت على البرلمان؟ هلا انت لسه ما خبروني امتى بدي فوت، يعني ان شاء الله قريبا بس لازم نجهز لنا كم توب هيك يعني وجهها مشان نفوت فوتتنا. لك انا نسال ما فيني اروح معاه؟ شوف 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 ليك وانا حكي شلون بدك تروح معي شو الشغله شايفه؟ ابدو وين؟ هلا انت مو داعمني بفوتي على البرلمان؟ لكان انا دعمك شو لكان؟ انت بترضى انه الناس تحكي ويقولوا انه هذا اللي داعمه ابو بدر لابس اي كلام؟ توب واحد بس بيطلع فيه؟ شو بدك يعني ما فهمت؟ انا بيك لازم بدل لي هيك كم تبديله فحاسبنا. خون فيك لك الله يخليك لياك يا رب ان شاء الله يا الهي روح. انا تعرف شو شو انت وياه؟ ولاقب شو ده؟ انت مالك عرفان انك فايت على بيت نائب بالبرلمان؟ ولك انا بقدر اسحطك انت ومعلمينك من رقبتكم واستجوبكم بالبرلمان. عدم المؤاخذه منك سعاده النائب. اوعك تيدا سعاده النائب ماجد مرمرتيني الملقب بالنمس. والله لا خلي كل صرامي اهل الشام تدوسك يا واطي. ولا ولك عم تزور الانتخابات؟ اخذ صندوقك وحاطه بالتربه يا واطي. الاموات كلهم انتخبوك. الإدعشان انتخبك ما؟ وأبو شهاب العقيد انتخبك وأبو إبراهيم وفاقي لك مين؟ حتى المرحومة عم زافر انتخبتك؟ الله يرحمها إيه؟ وأب بشير وأب محمود كلهم انتخبوك؟ الله يرحمهم كانوا بيحبوني. هذا كلكم إني أنا أب جودك حط اسمك يا واطي كتر خيرك. والله لك خلي صوتك يصل لوين بده يوصل صوتك؟ على وين بده؟ لو وصلوا لجوجل هادو مسيو لا شباب لا شباب انا نايم بالبرلمان. وكلك محامي نمس احد مصاري. شلونك عبد دربيك؟ اهلين ابو جودات. ليش ما عم نشوفها؟ والله مشاغل. ايوه منو هذا القديش؟ هذا القديش اسمه جمل بيكون السكرتي تبعي. السكرتي تبعك؟ ابعمر لي عندي على المقفر احسن ما ازعل منك. ها بتعرفني اذا زعلت. لا مشي مشي ان شاء الله لازم نعمل لنا شيء مصل عنده ناطره. يا ولو يا بنتي دخيلي دخل عليك يا مشي يا سيدي ان شاء الله الله يخليني ياكل يا سيدي والله انت يا مشي اتركوا. اهلين بحضره الناعي. قلت لي المغفور له باذن الله اب خاطي ومرته انتخبوه. شو انتخبني؟ اب بشير الله يرحمه واب حاتم انتخبوا لك حتى ال11 انتخبها. ما بيحبوني. كل مراحيم حارة الضبع انتخبوه. والله لراسك حنجره والله. هاولو اخ يلا دخل علي يا سيدي بعد بدي بعد بدي رشح حالي بوسك انت شغل الله يخليك كل انتخاب. بعد بدك ترشح حالك؟ لا يا سيدي. ولك هذا راس بسيط الراس على اصوله لحتى اي بالامن العام. ناوله علمي يا معلمي. شو تعال شوف هالمصيبه يا معلم. شباب ليش قاري هالتوب؟ ليش شبو؟ مضروب. شو هالحكي هاد مضروب؟ شلون مضروب؟ ليش مضروب؟ مانك شايفه كيف منسق؟ العمى ليش هيك؟ من عند انو تاجر مشتري؟ شو بعرفني معن قالوا تاجر اشتريته؟ انا بدي احكي لك منين اشتريته هلا. هذا التوب ما بصير نبيع منه ولا تبهدلنا. شوفوا كيف منسي. طيب طيب خلص معناها ما عاد نبيع منه. ضبه ضبه ايمو ايمو يا بيك. شو ايه؟ احسن ما يضل مسدود بخلقتنا وعم نتلبك فيه. ايه وبخاف بالغلط نبيع منه ونتورط مع الزباين. ايه وانت من اهل الخير يا عمي ابو بدر. ولك ايه ايه ما بدها معلي. شو هي اللي ما بدها؟ هذا التوب خلينا نوزعه على الفقراء. لك بريح عليك يا جواد بريح عليك وانت ابوه بريح عليك خلاص بنوزعه على الفقراء احسن هيك زكاة عن عافيتنا وصحتنا وما حدا يدرى انه عم يبيع قمايش منسلي. وينك؟ وزعه انت بمعرفتك وعينك على الدكانه لانه انا واصل مشوار ضروري. وقف شو في؟
مو انت معلمي؟ بلا معلمه. تاج راسي كمان. تاج راسك وغسل عنك وعلى الكل كمان. ايه ما بهون علي تطلع هيك مو مرتب. شلون يعني؟ يعني هيك ضبط لي حالك شوي هون. ايه انت بيك. ايه بلا بيك. بيك معلم تاجر قماش بيك انت. لك خلصنا ما فهمنا، انا بحب اطلع بعفسك. ايه التوفيق. العمل حلو عندي. شو حضرة النائب؟ والله طمني ارتحل. وين مش شافتكم يا سيدي؟ ايه منيح لكان مزيان. دخل عليك، شو بدك منه؟ ما في شيء، مشان شتت لك الفلقة. دخل عليك وشيني الا الفلقة، اي شيء، اضربني بفوف، طيارة، طرق بالشدة، شدي مشعري، اي شيء الا الفلقة. لا، ما حبيت الا غير الفلقة. ولازم اشبع منك قبل ما راح لك على الامن العام، بتطج حافرك وبتترحل، بس قبل ما تترحل لازم اشبع منك. مزيان. تكتك لشو؟ يا سيدي، يا سيدي. أنا ما رح أبصم على شيء، هاي اعترافات إجت تحت الضغط والتعذيبي. رح تبصم ورجلك فوق رقبتك. رجلي فوق رقبتك، ما بوصل يا سيدي من كثر الضرب، رجلي يا دوب ما بوصل على الأرض. سيدي في كلمتين لازم من كل بدي ذاكرهم مشان أخوك. اسمع، رح اسمع هدول الكلمتين، وإذا طلع كلامك كلام فاضي والله لعلي مشناتك. سيدي ما بتتعلق معكم هون، السقف واطي. السقف واطي؟ مزيان، هاتوا لهالواطي لعلك. يا بني يا بني الخير، رجلي والله صار دربك يا سيدي. قعدوا. مو على شغله. يا نمس. شو سيدي؟ اللي شو عندك؟ يا سيدي، اللي قبل، كيف رح تخلصوني من هالوطة؟ لو تبيع حالك ما رح تخلص منها. طيب سيدي، إذا كان أعطيتكم خبرية تقيلة مثلي، خبرية بوسني ذهب. سمعني. اللي قبل، شلون بتخلصوني من هالمصيبة؟ منكتب محضر، منقول فيه أنت انسحبت قبل يومين ثلاثة من الانتخابات، والطابوسة من لبسة لغيرها، وخلصنا. بس أوعك هالمرة تلعب بيديلك، والله تكون آخرتك على إيدي. أعوذ بالله، أعوذ بالله. سيدي سيدي، تعرف بيت أب توفيق اللي بحارة الضبط؟ شو بيت أب توفيق؟ جهدي مستأجره. شو يعني؟ وحاطط غسان فيه. وبعدين؟ البيت فيه سرداب، والسرداب وراه حيط، والحيط فيه حكاية، والحكاية إلى مفتاح، والمفتاح عند الحداد، والحداد بده بيضة، والبيضة بط الجيجة، والجيجة بده حبو، والحبو بالعلية، والعلية مشكرة فيها ضي بعكرة. نمس. الله وكيلك مثل ما عم أقول لك سيدي. البيت فيه سرداب، والسرداب فيه حيط، وورا هالحيط حكاية كبيرة. وش كان طلع الموضوع؟ ما في وراء حكاية. ساعة تعملوا اللي بدكم يا سيدي. ماشي، بيجي الليل ومنتأكد. مزيان، تعال نزلوا. كسي يا مستر. اوه شوي شوي يا ولو يا بني دخيلكم ورسلي. والله صار دربك. السلام عليكم. اهلين بالعقيد. شو صار معكم ابو جودة؟ عشان بنت اخي اجاكم شي؟ حدا خبركم شي؟ والله لحد هلا ما جانا شي عقيد، بس استجد معنا شي منخبركم. ايوه ماشي. السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. سرداب ببيت أب توفيق.